يعطيكم العافية والله يا حبايبي. حسيتين لك هنا جملتين هدول بتنحكم على اليوز تو، ركز فيهم كويس الله يرضى عليك. طلع عندي هون It was my past state to clarify value points. يعني كنت أنا والله زمان إيش إني أنا أقدر أن أحلل أو أني أضبط اللي شغلات اللي هي المبهمة عندنا. أوكي هسا فين دكون الـ I أستني شو بدها. I used to. طب ليش يا أستاذي؟ لأنه في عندي هنا ركز معي هاي، لأنه في عندي هون past state يعني كنت أنا في السابق، كنت في السابق على إشي في الماضي، في الماضي إذا أستني يعني شغلي أنا اعتدت على فعلها بالماضي وهسا بطلت. يعني I used to. الـ used to شو بدها تأخذ على السريع؟ I used to مجرد. Where the verb هاي to clarify. I used to clarify. I used to clarify value points. طيب هسا شوف الجملة الثانية هاي، ركز عليها كويس كمان الله ربي يرضى عليكم. It wasn't his formal habit. في عندي هون إيش؟ يلا ركز معي. في عندي هون formal habit. الformal habit إيش يعني؟ عادة في السابق. عادة ايش في السابق؟ شو بدها تاخذ؟ هي في عندي هون وزنت. الوزنت يعني منفي. هسه في الماضي البسيط، الماضي البسيط الف ايش منفي؟ في didn't. يلا هي didn't use to. شو بده يجي بعد didn't؟ used to مجرد. مجرد ايش؟ revise. used to revise. well اذا لازم تكون انت متاكد من زمن الجمله حتى انك تعرف تحل، بلاش ان الكل يجي يروح يقول لك used to verb by ing. done. واضحه حبايبي؟ الله ربي يرضى عليكم.